كيف نسوي مثل هذا الفلتر اللي طالع ترند على تيك توك؟ أول شي راح ندخل هذا التطبيق اللي اسمه تون مي، بعدين راح نختار فلتر، وبعدها راح نحط على الإشارة هاي، وبعدها راح نختار وجه من الصور الموجودة عندنا بالجهاز. طبعا تأخرت لحتى لقيت صورة، ندخل على الوجه وبعدين أو ندخل على كل الصور ونختار صورة، بعدها راح نحط هاي الصورة مثلا. طبعا كل ما كانت الصورة قريبة والذراعين مبينة يعني الإيدين راح تطلع أفضل. بعدها راح ننتظر هيش لحتى تنتهي، راح يتأخر شوي يعني دوران، وبعدها راح تطلع لك الصورة بهذا الشكل، وراح تحط السهم، نختار السهم. طبعا هو الصورة مو الصورة اللي بدنا اياها، راح نختار الصورة الثانية لبين ما تتحمل بهاي الطريقة، تنتظرها حتى تكتمل تحميل. اتحملت هنا، راح نحفظ الصورة الآن مشان نطبقها بمقطع الفيديو اللي بشكل تيك توك. مثل ما شايف الصورتين موجودتين، راح نحفظ الصورة وبعدين راح ندخل على كاب كات وندخل على مشروع جديد، وراح ندخل بعدها نختار الصورتين، نحط إضافة، وبعدها راح نضغط على الفاصل بينهن، ننتظر يتحمل، بعدين راح نحط على انقسام، خيار انقسام، وبعدها راح نختار الفلتر هذا وراح نحطه للأخير ل6 ثواني، وراح يطلع بهذا الشكل الفيديو. مثل ما شايفين الطريقة سهلة جدا وما بدها يعني شرح كثير، وبعدها راح تقدر تصدره ويطلع معاك بهذا الشكل، وتقدر تشاركه أيضا على تيك توك فورا مباشرة. وبس، سلامتكم.